طلع من تم من كل شيء تركه المرحوم جوزي حق البيت والدكان والارض البور ومنجمع المصاري والذهب خير ما بتعملي اختي ريحيهم لاولادك بحياتهم حاجم مشان تطين اللي ساكن عند الحماية واللي ما بعرف شو مشان هيك انا اخي بعت وراك بس هلا ما رح ناتي بولا حركه اختي لازم اولادك يكونوا كلهم حاضرين عندك لازم يحضروا الاسم ويعرفوا شو صار وشو قلن شو عليهم ايمتى ما بتريد بجمع لك هون اخي اذا بدك بكره المساء انا ما عندي مانع خلاص اخي بكره بيكونوا مجموعي معناتها أشوف اخوك معتز وتصافى معه على كل شيء يكون حساب مع الناس امرك خالي امرك ارتحت هلا خالي ماشي الحال خالي ماشي الحال انا رح ساوي لكم شاي شو بنا